من الآن صفارات الإنذار كانت تدوي في مستوطنة عسقلان تحديدا، وبالتالي رشقة صاروخية جديدة كانت قد أطلقت من قطاع غزة نحو هذه المستوطنة. أيضا قبل ساعتين من الآن كان هناك رشقة صاروخية أيضا أخرى نحو مستوطنة نحل عوز، وهي أحد المستوطنات المحاذية لمدينة غزة. فبالتالي نتحدث عن أكثر من رشقة صاروخية فقط في الساعتين الماضيتين، ولكن لم يكن هناك بالفعل أي إصابات بالجانب الإسرائيلي، نظرا بأننا نتحدث أن معظم هذه المستوطنات المحاذية والقريبة من الحدود هي مخلاة بطبيعة الحال منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 65 ألف من الإسرائيليين ما زالوا خارج المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. أما بالنسبة للأوضاع داخل القطاع، الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث أنه استهدف عشرات المواقع التابعة لحركة حماس بنى تحتية خاصة في جنوب قطاع غزة في منطقة خان يونس تحديدا. ما زالت الاشتباكات عنيفة، وأيضا الجيش كان قد تحدث صباح اليوم عن إصابة جنديين إسرائيليين بسبب الاشتباكات العنيفة في تلك المناطق. أيضا الجبهة الشمالية لم تهدأ منذ ساعات الصباح، يعني خلال 48 ساعة الماضية تم إطلاق أكثر من 30 صاروخ مضاد للدروع، وأيضا كان هناك استهدافات مباشرة لمستوطنة يوفال، وهي أحد المستوطنات القريبة من المنطقة الحدودية مع منطقة جنوب لبنان. وبالتالي كان هناك 4 إصابات لجنود إسرائيليين، وربما كان الحديث أيضا ليس فقط عن 4 إنما أكثر. وبطبيعة الحال الجيش الإسرائيلي ما زال يتكتم على الأرقام الحقيقية سواء في صفوف القتلى أو حتى الجرحى الإسرائيليين. طيب لنا بما يخص موضوع التظاهرات والمطالب بإجراء انتخابات مبكرة واستقالة نتنياهو وإلى ما هنالك من مطالب خرج فيها الشارع الإسرائيلي، هل من ردود من قبل الحكومة؟ هل من تحرك أيضا إضافي على الأرض هناك؟ يعني فقط قبل قليل كان بنيامين نتنياهو قد خرج في بيان عندما تحدث عن التصريحات بما يخص جلسة الحكومة للمصادقة على الميزانية أو ميزانية الدولة، تعرف بميزانية الدولة لعام 2024. خلال هذه الجلسة فقط قبل قليل كان يتحدث بأن الحرب مستمرة، وأنه يريد أيضا رفع ميزانية الحرب، والحرب سوف تستغرق شهور طويلة. هذه دلالة بأنه ربما لا يكترث للشارع الإسرائيلي والصوت الإسرائيلي الذي يطالبه بالاستقالة والتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. كما تحدثت بالفعل بالأمس كان هناك الآلاف من الإسرائيليين، وهذه ليست المرة الأولى، خرجوا عشرات المرات في الشوارع يطالبون هذه الحكومة فوري لإطلاق النار والتوجه إلى صفقة لتبادل